الناس اخرين يستغلونا انا ما عقلوش عليا انا عندي تقريبا 6 الاولاد ولا يعقل انا تشويت وتقرحت ما كاينش اللي دق باب داري وقال هذاك الراجل نشوفو شنو خاصو ماشي ولاد البلاد برانيين خذوا الناس استغلوا المحلات ولا يقال شي واحد من ولد البلاد انا غير بالله قلت انا ما استفدتش وعندي رخصه ديالي وقال لي السكر ما عنديش في داري. السلام عليكم كنشكرك اخويا على شفتي فيه الله يخليك. احنا اخويا عندنا واحد المشكل الله يخليك. انا واحد الانسان مريض مده 7 سنوات وراك جيتي عندي لابيطال اخويا ميريزكو ملي كان عندي خطا طبي باقا رجلي منفوخه والحمد لله وقفوا معنا الحباب الله يقوي من مثلهم وجاب الله الشفاء على حيت رجل من الفوق وعندي واحد البراكه فحت السوالم مده 18 عام وجات هاد كورونا والله ينصر سيدنا مع هاد المرض حيدنا دوك البرارك بدون مناقشه بكذا على الرد ديالنا كذا قالوا لنا غنعطوكم لا ديال التجاره قالوا لنا غادي نعطوكم حوانت لان ما كاين حتى مشكل حيدنا الحوانت حنا شي 34 واحد داروا هاد المبادره الوطنيه عند التيران في حد السوالم استفدتوا من الناس كلهم برانيين ولا عقل شي واحد من ولد البلاد انا اعوذ بالله ما قلت انا ما استفدتش وعندي رخصه ديالي جامعه ديال السوالم دابا راه ولات بلديه الحمد لله ما استفدت والو مشيت عند السيد العامل طلبت من عنده كيوسك استقبلني وقال لي يا سيدي راه السيد الرئيس هو اللي غيعطيها لك وانا طلبتها عند لابيطار هنا عند السبيطار ويعطوني في اي بلاصه اول وريقات ديال رئيس البلديه استاذ الله يخليك ها هي اول عماله اعطاها لي هذه ديال السيد رئيس البلديه ها هو عطيتو هاد السيمانه اللي فات قال لي رانا غندير حوار مع الناس وغنشوف معك شريف ما علينا دابا عطاو الناس اللي ماشي ولاد البلاد برانيين خذوا الناس استغلوا المحلات ديروا فيها ريدوات ريدو ولا كيسوا 10 مليون 15 مليون وانا ما غوتش عندي بنتي مطلقه ليا ما انت شوف الحاله ديال الدار كيفاش دايره وانا مريض وعندي عمليه هيا طلبوا لي لا فيها فلوس وما عنديش وقال ديال السكر ما عنديش في داري الضو كتسني هي 86 الف ريال ديال الضو ها هي ما عندي باش نخلصها كنتسنى اليوم غدا يدوا لي المكانه مازال رئيس البلديه الله يجزيه بخير نوبه نوبه يدبر عليا وسيد القائد الباشا الباشاويه ديال حد سوالم قلم سوالم انا قائد البلاد السي شريفه مسكين كي يحن عليا شويه مسكين ويطلب الناس يعطيني بينات الله يزيد مثلو وخا الناس اخرين استغلونا هنا ما عقلوش عليا انا عندي تقريبا 6 الاولاد وكاين الناس اللي استافدوا ماشي من هنا كاين اللي كان يبيع في الدار البيضاء كاين اللي كان يبيع في السوق كاين اللي ما كاينش اللي قليل اللي عنده البطاقه ديال السوالم بعدا انا عندي بطاقه ديال السوالم وعندي رخصه هنا ولد البلاد هنا الرخصه ديالي ها هي في 2003 عطي لي المرحوم الحاج السي ميلود عفوت الله يجد عليه الرحمه عطيني رخصه والبلاصه اللي فيها البلديه كان حانوت ديال الوالد الله يرحمه كان قزار ومن وقع لي المشكل دابا انا 7 سنين و8 سنين ما كاينش اللي دق باب داري وقال هذاك الراجل نشوفو شنو خاصو انا كنطلب من جلاله الملك الله ينصرو والله يشافيه والله يداويه والله يخلي لي موليه الحسن ويطول لي عمره انا بغيتو يدير حل هاد الناس الفقراء في السوالم احنا في السوالم حتى السوالم بلوك بام عاطينا سيدنا عام 1971 الله يرحمه ويجد عليه الرحمه 34 دار عطاها لينا ودعونا معنا بالزيت ودعونا معنا بكل شيء الله يجد عليه الرحمه الله يجعل عليه رحمه والله يعمل سيدي ربي يطول العمر ديال محمد السادس والله ينصرو احنا بغينا حقنا بغينا الناس يخرجوا للعين المكان واش انا عندي الصحه رجينا مقطوعه من الفوق عندي وليدات عندي كاين 6 الاولاد تاني 85 الف ريال ديال الضو كيتسني الماء غرقت الكيوسك هو طالبو هاهم كاشين ليا فيه وحاطو ما داروا معايا فيه والو ولا يعقل انا تشويت وتقرحت وما كاينش لما نشكي سوى الله الملك الله ينصرو والله ينصر الناس المسؤولين انا بغيت حقي ما بغيت حتى حاجه انا ما كنت حتى واحد بغيت حقي بغيت ناكل طريف ديال الخبز والناس اللي معايا راه استافدوا
الى الوحيد انا اللي ما استفدتش. الله اعلم، الله اعلم شنو هاد الناس اشنو ظنوا، الله اعلم. وانا اللي خصهم يشوفوا بيا وانا يغوتوا بيا. انا مازال القائد ورئيس الجامعه مساكن، رئيس البلديه مازال كيحنوا فيا، كيحنوا فيا رئيس مسكين فيمي.